الموقف المصري، دق الأسفين بين مصر والسودان، استدراج الناس للتلاسن بين المصريين والسودانيين والمصريين والأثيوبيين، ويعني تحويل الأمر إلى فتنة شعبية ومجتمعية. فتنة شعبية. ودي مسألة لازم، دي بالغة الأهمية، يجب أن نحذر منها. أن هناك صفحات أثيوبية تنطق باللغة العربية، يحررها إخوان ويشرف عليها إخوان ويطلقها إخوان لبث الفتنة الشعبية في الحوض. وده بيتم تحت إشراف مكتب قناة الجزيرة بتاعت القرن الأفريقي اللي مقرها أديس أبابا. ويزيد من ده كمان أنه أبي أحمد جاب عدد من الأثيوبيين ناطقين يعني بالعربي. بيعرفوا عربي، وهم طبعا مسلمين، أنه اللي بيعرفوا عربي لأنهم مسلمين، ومصدرهم في الواجهة للبزاءات والوقاحة والشتائم بطريقة برضو بمحتوى إخواني، لأن هؤلاء لا يعرفون المجتمع المصري أصلا. فالمحتوى اللي بيكتبوه يعني بتاع حد عايش في مصر، والمصطلحات والمترادفات المصريه وخلافه. وده بياخدنا النقطه، احنا يعني الحديث قد يتفرع، لكن نقطه مهمة. السودان فيما يتعلق بموضوع استدراج التلاسن وزرع الشقاق بين الاشقاء، لازم ننتبه انه الحملة اللي هي في السودان ضد مصر ايضا تديرها كتائب سودانية اخوانية بين قوسين كيزانية، وتديرها ايضا كتائب اثيوبية تعمل للشعب السوداني. كل بتحصل حاجة يروحوا عايزين يدقوا يستثيروا الفتن. مظبوط. كيزان ده التعبير بتاع الاخوان في السودان، المسمى يعني المحلي للاخوان في السودان. فلما يقول لك كوز ده اخواني، وكيزان ده جمع اكواس. هو الكيزان مرادف للتعبير المصري الخرفان. هنا الخروف وهناك الكوز. مظبوط. فالمهم علينا ايضا ان نحذر من هذا، لانه مشكلتنا مع السودان احنا نتحمل المسؤولية في جزء منها، لانه كل اللي حصل ده كان تغذية من النظام الاخواني اللي استمر 3 عقود، واللي كان بيبث برسائل متكررة الاف المرات معلومات مغلوطة بطريقة واحدة مكررة، هي الضغط على كرامة السوداني. واحنا عارفين الشعب السوداني ومعدنه الطيب، موضوع الكرامة بالنسبة له حساس جدا، اساسي. فهو ما صدر اليه ان مصر تتعالى، مصر تحتل، مصر لا تحترمك، مصر لا تأبه بك، مصر وهذا غير صحيح بالمر. وإحنا في الحقيقة علينا عبء تصحيح هذه الصورة، لأن المعلومات دي كلها مغلوطة، ومن اليسير تصحيحها، قد يحتاج وقت لكن سهل. لا سهل جدا، لأن سهل يعني أبسط الثورة، إن مثلا السودانيين اللي عايشين في مصر عمرهم ما تعاملوا سوى أنهم مصريين تماما في وطنهم. بالضبط يعني ولا يشعر بأي غربة. انت عندك 5 ملايين من غير مصريين موجودين، لا عندنا مخيمات ولا عندنا ولا بنقبض على بعدد الروس، ومصر كبيرة قوي، وبيخشوا نفس المدارس وبيتعلموا نفس التعليم وبيخشوا نفس الجامعات وبياكلوا نفس الأكل وبيروحوا نفس المستشفيات، حتى في الحجر معانا. يعني اللي أنا أقصده إن عمر مصر ما اشتكت ولا قالت ولا اعتبرتهم وافدين ولا بدون ولا لاجئين ولا عملت مخيمات ولا عدتهم بالواحد وأخد فلوسهم من الاتحاد الأوروبي ولا هددت بيهم الآخرين. وبالتالي ده برضو أنا أرجع تاني، إذن اتكلمنا عن الدور التركي واتكلمنا عن الدور القطري، وده بيديرها عملية استخباراتية. نيجي للدور الروسي. الدور الروسي هو في الحقيقة يعني بيركز على هدف واحد، هو المصالح الروسية، ليس له أصدقاء. يعني بيدخل روسيا لحماية سوريا، لحماية الداخل الروسي من خطر الإرهاب. مظبوط. لكن في نفس الوقت ما عندوش مانع من اقتسام المصالح مع التركي اللي هو اخوان مسلمين ايضا. براجماتي، لما راح ليبيا هو استثار الموقف الامريكي اللي تغير بعد مكالمات من ترامب لحفتر، انقلب لكي يحول بين روسيا والسيطره على ليبيا. وبالتالي شفنا اللي حصل، والدخول التركي اللي داخل واضح انه بغطاء دولي.